ولنقاش ملف تهديدات أرمينيا بضرب أنابيب الغاز الناقلة لأوروبا في صراعها مع أذربيجان على إقليم كاراباخ، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول تركيا الكاتب السياسي التركي طه عودة أوغلو. أهلا بكم أستاذ طه. أهلا وسهلا. تزامنا مع تصريح رئيس أذربيجان بأن العملية العسكرية لاستعادة السيطرة على الأراضي في كاراباخ مستمرة، تعلو أصوات للتهدئة. كيف يمكن قراءة المواقف الدولية والأطراف المنخرطة في الأزمة؟ من دون شك أعتقد فيما يتعلق بالأزمة الحالية هي تختلف عن الأزمات السابقة فيما يتعلق بهذا الصراع الذي تحدثنا عن أن دخول دول كبار، وأيضا هناك تتزامن مع ملفات شائكة في المنطقة كانت تشترك فيها تركيا، أيضا روسيا، وأيضا على سبيل المثال دول أوروبية كفرنسا التي هناك لها ملفات شائكة ومشاكل بين تركيا وفرنسا على الساحة الليبية وعلى ساحة شرق المتوسط. تصور أعتقد الأزمة على الرغم من الوساطة الروسية والعلاقات التي تربطها ما بين أذربيجان وأرمينيا، إلا أن الأمور يعني توحي بأن الاستمرار التوتر سوف يبقى قائما إلى فترة معينة، وخاصة إذا تحدثنا عن أن هذه الأزمة هو ليس مرتبط بكلا الدولتين، يعني طرفي النزاع أقصد أذربيجان وأرمينيا، ولكن هناك دول كبرى يعني الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا روسيا كما ذكرت لك التي هم تعتبر الخاسرة يعني الخلفية والحديث الخلفية بالنسبة لها هذه أرمينيا ومنطقة جنوب القوقاز. لذا بتصور أن حاليا ما يجري وهذا ما تفعله أنقرة هي اختلفت عن السابق، هي تدعم تحرير الأراضي الأذربيجانية، وأيضا هي قالت منذ اليوم الأول أنه لا وقت لإطلاق النار، لأنها كما تعلمين أن هذه القصر هي منذ عام 92 ولا حتى هذه اللحظة ثلاث عقود، والمشكلة ما زالت تراوح مكانها. إذا تم حل هذه المشكلة سوف تعود مرة أخرى. أعتقد أن أذربيجان وبدعم كبير من قبل أنقرة حققت نجاحات، ومن خلال هذه النجاحات تريد أن تستفيد وأن تستثمرها وتوظيفها في أي مفاوضات قادمة، وهذه المفاوضات قائمة هكذا يبدو على استعادة الأراضي التي تم احتلالها من قبل أرمينيا. نعم، في هذا السياق الحديث عن الدور التركي في أذربيجان وبتزامن مع تهديدات الأرمينية باستهداف خطوط الأنابيب الناقلة للنفط والغاز لأوروبا، إلى أي مدى ستسرع من التدخل التركي المحتمل هناك في أذربيجان؟ يعني تصور أعتقد الخطوات الاستفزازية من قبل أرمينيا كانت الهدف الأساسي منها هي جر روسيا إلى هذا الصراع. جر روسيا إلى هذا الصراع هي مواجهة عسكرية ما بين تركيا وروسيا، أعتقد كلا الدولتين لا تحبذ، وهذا ما تبعناه وشاهدناه في السنوات الأخيرة الماضية على الساحة السورية. على الرغم من التوتر، على الرغم من التصادم بين الطرفين، لكن كان يجلسان على طاولة المفاوضات أيضا على الساحة الليبية. ولكن في موضوع الطاقة أعتقد موضوع خطير ومهم جدا للغاية، خاصة أن موضوع أذربيجان هي تعتبر هي منطقة مهمة للدول الأوروبية في موضوع إمدادات الطاقة وأيضا لآسيا الوسطى. أعتقد أن الدول الأوروبية سوف يكون لها صوت عالي في هذه القضية، خاصة إذا تحدثنا عن الطاقة وإمدادات الطاقة، ولكن كل ما تقوم به أرمينيا هي فقط لجر روسيا و استخدام او موضوع الاتفاقيه الامنيه او اتفاقيه الدفاع المشتركه ما بين روسيا وارمينيا. والى حتى هذه اللحظه روسيا نلاحظ انها هي تستخدم سياسه الانحياز، وهذا ما تبعناه بالامس اتصال هاتف الذي جرى ما بين الرئيس بوتين وأردوغان. ايضا الدول الاوروبيه الى حتى هذه اللحظه لم نلاحظ ان هناك اي موقف اوروبي، فقط فرنسا التي كانت هي من زاويه اخرى تتحدث عن اتهام تركيا بموضوع المرتزقه، وكان الهدف الاساسي هو ليس موضوع اذربيجان، هو الموضوع الخلافات ما بينها وبين انقره على ساحات مختلفه.
شكرا جزيلا لكم طه عودة أوغلو الكاتب السياسي التركي، حدثنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.